الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وإقتار أرزاقنا، وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعياده أم الكتاب إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرى، نتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد وآله أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتنا ولم تبلغه حيلتنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولا مسألتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين الذي ربطته بقلب سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. وقصصت به من بعده الأئمة. آمين. من الإمام حتى الإمام الحسن، ومن قلبه إلى قلوب الصادقين المخلصين إماما عن إمام، فخصنا به يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة وفي كل مقام حتى نفوز.
اللهم في